حتى جميع أوقاتكم بالخير والمسرة والسعادة. تتواصل التحديات والانطلاقات من عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة الذي يحتضن هذه الفعالية المميزة والانطلاقات الكبيرة. شوطنا السابع يسير بحفظ من الله وتوفيقه ويحمل منافسات وتحديات الأبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مخيف اللي على المركز الأول تتقدم بشعار راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، ياتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني أجد الحضور من برمودة القادمة بشعار محمد بن علي بن حمد الفهيدة. المري ينتقل إلى الشبل وإلى شعاره. هناك روعة، ويا للروعة من روعة القادمة بشعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الرابع ظن لمحمد بن خليفة بالهول المهيري يتقدم وتحول إلى المركز الخامس. فمن أجد القدوم في هذه اللحظات من مطيلة القادمة والمتحركة بشعار خالد بن حمد بن راشد النعيمياتي على المركز الخامس، بينما سادس المراكز بشاير لخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبياتي على المركز السادس، بينما سابع المراكز بن حاف لسعيد بن محمد بن احمد بن ابراهيم ياتي مع المركز أيضا المركز السادس ولا السابع، بينما المركز الثامن فقدوم من عبير القادمة لسالم بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت ياتي مع المركز الثامن، بينما تاسع المراكز الوثبة لمبارك بن سالم بن مبارك الشامسية. انتقل الى عاشر النداء واختم النداء للمراكز العشرة الاولى بانطلاقتي وتحدياتي واندفاعتي مذيار حمد بن عبيد بن محمد الراشدية. هذا هو النداء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة المتحركة الباحثة للناموس والفوز والزعفران والعودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة الأولى، إلى مخيفة وأداء مخيفة وانطلاق مخيفة وإبداعاتها وإمتاعاتها. هنا على المركز الأول على الصدارة الأولى يقدمها راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. لكن الهجوم من حاف القادمة، من حاف اللي ما تخاف يقدمها سعيد بن محمد بن احمد بن ابراهيم وصولا من بشاير المتواصلة بهذا الاداء الجميل والمتحركة لخريبيش بن محمد بن حمد الوحيبي قادم خريبيش. هنا على المركز الثانية بدأ يبحث بدأ ينطلق، ولكن روعة يا بندرية، روعاتك يا شبل وظهورك بهذا الظهور يقدم لنا روعة. هنا سالم بن احمد بن درية الفلاحية، والوصول الاخر يبدأ مع عبير العابرة المتقدمة. يقدم لنا عبير سالم بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت، بينما المركز الرابع، رابع المراكز الوثبة وحنا في من
ميدان الوثبة، وحنا في ميدان الوثبة، والكل يتقدم والكل يبحث. مبارك بن سالم بن مبارك، الشامسي الشامسي ولعت المنافسة، ولعت المنافسة، والنابت هنا قادم. ولكن أعود إلى من حاف، إلى من حاف، إلى من حاف، اللي طارت على المركز الأول، طارت على الصدارة، تفتتح الكيلو المتر الأخير، تنطلق بشعار سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم. وتقدم ولكن الوثبة، الوثبة قادمة بشعار مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي بن دري، والخطورة من الشبل، الشبل القادم، سالم وسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، الثلاث 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 اللي بهنزان اللقاء، وعصيهم في البطان، وعصيهم في البطن، ما قالوا لهم شيء حتى هذه اللحظات. المعركة طاحنة، المعركة طاحنة، ولكن بن دري، ولكن بن دري، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم إبداعاته، يقدم ابداعاته ويقدم شعاره، ولكن الطيران، ولكن الطيران من الوثبة، مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي، الشامسي اشرقت شمس الشامسي بالفوز والناموس. تهانينا لمالك الوثبة مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي، مبارك عليك الفوز، تهانينا لك. المركز الثاني روعة، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ثالثا وصلت في اللحظات الأخيرة اللي هي برمودا محمد بن علي بن حمد الفيدة المري. المركز الرابع